عن الذكرى الرابعة لانتصار الشعب التركي للديمقراطية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب المتخصص في الشأن التركي معين نعيم. أستاذ معين، مرحبا بكم. يعني 4 سنوات على انتصار الشعب التركي للديمقراطية في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز عام 2016، لكن هنا كيف ترى تركيا بعد الانتصار على محاولة الانقلاب الفاشلة؟ عذرا، مرة أخرى السؤال. كيف ترى تركيا بعد الانتصار على الانقلاب الفاشل الذي حدث قبل 4 سنوات؟ بداية، أعتقد أن هذه المناسبة هي مناسبة ليس فقط مناسبة مميزة لتركيا، وإنما لكل شعوب المنطقة، أن الشعوب إذا أرادت كلمة يمكن أن تنفذها ما دامت لديها قيادة حكيمة وقيادة قادرة عن أن تستخدم إمكاناتها وقدراتها وقدرات الشعوب في حماية مصالحها. لذلك أنا أعتقد أن اليوم هو يوم عيد للديمقراطية في تركيا وفي المنطقة لشعوبها بإذن الله. أما تركيا فأعتقد أن الانقلاب ونتائجه كانت نتائج حقيقة، رغم فشل الانقلاب، لكن على أرض الواقع كان هناك نتائج خطيرة وسلبية كبيرة على تركيا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا. لكن أعتقد أن تركيا بعد 4 سنوات الآن استطاعت أن تتجاوز كل هذه النقاط أو الجوانب السلبية في الانقلاب، وتعيد ترميم كل الضرر وكل الخسائر التي عاشتها وتلقتها والضربات التي تلقتها في الجهاز العسكري، في الجهاز الأمني، وحتى في داخل في الاقتصاد. طيب، واليوم تركيا أقوى بكثير مما كانت عليه قبل الانقلاب، وكأن الانقلابيين كانوا حجر عثرة في وجه تقدم تركيا وانطلاقها. فمع الانقلاب ومع فشل الانقلاب استطاعت تركيا أن تتخلص من هذه المعوقات وتنطلق بسرعة أكبر كثيرا على صعيد العلاقات الدولية، على صعيد التأثير في السياسة الدولية والإقليمية، وحتى على صعيد الصناعة والتجارة الداخلية. أستاذ معين، الرئيس التركي في كلمته بمناسبة ذكرى فشل الانقلاب قال إن الشعب التركي تجاوز بنجاح أصعب امتحاناته ليلة 15 من تموز. كيف تقيم دور الشعب التركي في هذه الليلة مع حديث البعض الآن عن تخاذل بعض القوى السياسية خاصة في تلك الليلة؟ أولا، أعتقد أن الفضل لله قبل كل شيء كان في فشل هذه الجريمة وهذه الجريمة النكراء، لكن الفضل بعد ذلك يعود أولا للشعب التركي الذي خرج بغالبيته العظمى إلى الشارع رافضا الانقلاب، رافضا أن يخضع لبيادة العسكر، وحمى كلمته الديمقراطية. والمميز في تلك الليلة أن هذا الشعب الذي خرج إلى الشوارع وهذه الجماهير التي خرجت إلى الشوارع لم تكن فقط جماهير حزب العدالة والتنمية أو جماهير الحكومة، بل هناك جزء من المعارضة وجزء من الأحزاب التي لم تمثل حتى في البرلمان كانت أيضا موجودة في الشارع، وقدمت واستشهد عدد من أبنائها وأنصارها في رفض هذا الانقلاب. لكن حقيقة هناك أطراف فعلا لم تشارك في رفض الانقلاب، هناك أطراف اختبأت ليلة الانقلاب، وهناك أطراف مع الأسف وإن كانت قلة قليلة خرجت لتصفق وتهلل للدبابات. لكن هؤلاء اليوم كلهم تراجعوا، حتى أن من ظهر بصورته هكذا أو ظهرت كلماته في هذا الاتجاه على مواقع التواصل الاجتماعي يحاول الآن أن يمسح كل ما مر، وكأنه يريد أن يقول أن ينفي عن نفسه ما كان عليه في تلك الليلة، لأنه حقيقة فضيحة أن تكون مناصرا للانقلاب في بلد يفشل الانقلابات هي فضيحة سياسية وأخلاقية لا تغتفر. الشارع التركي ما زال يرفض الانقلابات، الشارع التركي والشعب التركي يبدو، وما أنا قلتها في تلك الليلة، قلت أن هذا الشعب ذاق ويلات الانقلاب، فلذلك لن يسمح للانقلاب الجديد أن يقود، وسيقدم حتى لو قدم عدد كبير من الشهداء، لكنه لن يسمح للبيادة أن تحكم المواطن، ولن يسمح للبندقية أن تكون هي الكلمة العليا في
قرار الشعب. أستاذ معين، تحدثنا عن وضع تركيا بعد الانتصار على هذه المحاولة الفاشلة للانقلاب، لكن ماذا عن شكل المنطقة وتموضعها فيما لو نجح الانقلاب لا سامح الله؟ مع الأسف لولا قدر الله ونجح هذا الانقلاب كانت تركيا ستعود كما كانت قبل عام 2002 إلى حضن المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، كما كانت هي الرديف والحليف الأساسي لدولة الاحتلال الصهيوني، كانت ستعود إلى ذلك، لأن الانقلابيين بالمناسبة الذين انقلبوا على تركيا كان جزء من دوافعهم وادعاءاتهم أنهم يريدون أن يعيدوا تركيا إلى ما كانت عليه قبل هذا التحول الغير ديمقراطي، قالوا والتحول نحو المركزية والعنصرية والأيديولوجية كما يقولون، وهم يقصدون بهنا التوجه الشعبي، ويريدون أن يعودوا بتركيا إلى حضن المربع الغربي ويعودوا إلى الاتحاد الأوروبي. طبعا كل هذه الادعاءات هي كلمات جميلة، المقصود فيها العودة بتركيا إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب.